الخير. اليوم جايبه لكم اخبار متنوعه ما بين الصفقه الاهم للنادي الاهلي في الفتره الحاليه وما بين ازمه نادي الزمالك. ولكن بدايه كنت عايزه اتكلم على حاجه انا اتكلمت عنها كتير قبل كده ونوهت عنها كتير قبل كده، وهي الخشونه في التدريبات. يا جماعه حرام عليكم، احنا مش ناقصين، احنا عندنا مستشفى متحركه في النادي الاهلي. الحكايه مش ناقصه، نص اصابات لعيبه النادي الاهلي بتيجي في التمرين. اليوم ايمن اشرف اتصاب في التمرين، اتخبط في دماغه خبطه كبيره، كل اللعيبه حطت ايديها على قلبها. يا جماعه ارجوكم نخلي بالنا شويه، نبقى كير على بعض شويه في الملعب، بلاش الخشونه الزايده في التمرين، مش لازم نلعب بعنف، لازم نخلي بالنا قوي قوي واحنا بنتمرن ان انا ما اذيش اللاعب اللي قصادي. حتى لو مش في التمرين وانت في ماتش، انت لازم تاخد بالك انك ما تاذيش اللاعب اللي قدامك. فارجوكوا يا جماعه الموضوع مش ناقص، مش معقوله كل فتره نلاقي اصابات بدون اي مبرر. كفايه علينا الاصابات اللي كده كده الاهلي بيتلقاها في الماتشات بتاعته يعني، فارجوكوا نخلي بالنا على بعض شويه. طيب عايز اتكلم على موضوع سيرينيو يا جماعه، موضوع الصفقه. الناس اللي بتتكلم كتير وعماله تقول هي ليه في مشكله او في ازمه، هو الموضوع بكل بساطه هو لا في مشكله ولا في ازمه ولا حاجه. النادي الاهلي متمسك باللاعب واللاعب متمسك باللعب في النادي الاهلي، ولكن سان داونز بيطالب بارقام شويه يعني انا مش عارفه، من وجهه نظري انا شايفه ان هو مبالغ فيها. النادي الاهلي عارض 2.5 مليون، اعتقد الصفقه ممكن توصل ل 3 مليون، ولكن اكتر من كده هيبقى يعني بصراحه حاجه ملهاش معنى. يعني انا مش شايفه ان اللاعب يستحق ان احنا ندفع فيه رقم اكتر من 3 مليون، وما اعتقدش ان النادي الاهلي لو وصل في التفاوض للرقم ده انه يعلي عن كده، اعتقد يعني. فده هيبان في خلال يعني اعتقد من بكره لبعده هيبان معانا موضوع الصفقه هتتم ولا لا. حابة اسمع رايكم، وانتوا شايفين اللاعب يستاهل ان النادي الاهلي يدفع فيه الرقم ده ولا ما يستاهلش؟ طيب تاني حاجة عايزة اتكلم فيها من الاخبار السريعة اللي عندي اليوم، وهي ازمة نادي الزمالك. في ناس كتيرة قوي دخلت هجمت عشان الفيديو اللي فات كنت بتكلم فيه على طارق حامد، وبتقول انتوا مش عايزين غير النادي الاهلي، وانت المفروض المنصة بتاعتك تبقى حيادية على الرغم ان انت معروفة انك منتمية للنادي الاهلي. مستغربة جدا الكومنتس بتاعتكم، مستغربة قوي وجهة نظركم الغريبة. يا جماعة انا طلعت الحلقة الماضية كنت بتكلم بدافع عن طارق حامد، انا ما طلعتش هاجمت حد، انا بدافع عن طارق حامد اللي هو لاعب كورة ليه حقوق المفروض ان هو ياخدها من خلال يعني بعد ما علينا من مصادر اللي هو الناس عايزه تعرف مصدر الخبر. اكيد انا مش هقول لكم مصادري للاخبار بتبقى منين، ولكن من داخل نادي الزمالك مليون في الميه الخبر كان حقيقي، ان كان في تفاوض وان اللاعب كان عايز يعلي الاجر بتاعه، وده كان حقه وده اللي انا قلته، مش حاجه غلط. الخبر نزلته صفحات كمان ريليتد بنادي الزمالك، يعني انا ما جبتش الخبر ده من عندنا يعني ولا حاجه ولا متفبرك. طيب مسؤولين نادي الزمالك طلعوا على قناه الزمالك نفوا الخبر وقالوا انه مفيش الكلام ده، زي ما طلعوا وقالوا انه مفيش ازمات داخل نادي الزمالك، وزي ما طلعوا وقالوا انه مفيش مشاكل خالص بين اللاعبين، ولكن مع الوقت كله بيبان، بدليل الازمه بتاعت بن شرقي اللي الحمد لله عدت على خير، لان هم اودعوا في حسابه مره واثنين الراتب بتاعه اللي كان متاخر. اعتقد ان هو خلاص فاضل له حاجه بسيطه قوي ويكون الحاجات المتاخره المستحقات بتاعته كلها اتدفعت، فالحمد لله الازمه عدت على خير، ما نتمناش اي شر لنادي الزمالك طبعا. وبعديه أناجم، وبعدين فرجاني ساسي، واعتقد الموضوع ده كل الناس عارفاه فانا مش هتكلم فيه كتير. ولكن اخيرا عايز اتكلم في موضوع مصطفى محمد. ناس زعلت قوي وقعدت تتكلم وتقول موضوع رمضان صبحي واحتراف ومش احتراف، وفضلوا يتكلموا على ان انا بهاجمه ليه وان هو ده الاحتراف، رغم الموضوع مختلف اصلا. ولكن هرجع واقول هو ده الاحتراف اللي انتوا كنتوا زعلانين منه. انا بالنسبه لي ومن وجهه نظري انا معترضه كل الاعتراض على ان مصطفى محمد يسيب نادي الزمالك في التوقيت ده. لاعب كويس جدا، ممتاز، من احسن لاعبين نادي الزمالك اصلا، ففكره التوقيت انا شايفه ان هي سيئه جدا، وانا برضو ضد رحيل مصطفى محمد في الوقت الحالي. ان اللاعب يكون عنده طموح وان هو عايز يحترف في مكان تاني وبلا بلا بلا والكلام اللي بيتقال ده، انا معاكم جدا ان في حاجه اسمها احتراف، ولكن في حاجه اسمها النادي اللي خلاك ليك اسم، النادي اللي خلاك بقيت مصطفى محمد، اللي خلاك اتعرفت واللي خلاك بقى ليك سعر. المفروض ان انت لما يكون في ازمه او في وقت صعب انا ما امشيش واسيب النادي، ده اللي انا اعرفه وده اللي انا شايفاه من وجهه نظري. براحتكم، اللي عايز يختلف اوكي، اللي عايز يتفق اوكي، ولكن انا دي من وجهه نظري ده اللي انا شايفاه. اللي حصل في موضوع مصطفى محمد ان هو دلوقتي في
مؤتمر او يعني في جلسه بتتم ما بين مصطفى محمد ووكيل اعماله وايمن يونس، عرض عليه ان هو ياخد ضعفين او ثلاث اضعاف الراتب بتاعه، ولكن اللاعب مصمم على الاحتراف في الوقت الحالي، وهم كانوا بيعرضوا عليه ان هو يكمل لاخر الموسم، بعد كده هيشوفوا موضوع الاحتراف او انتقاله لنادي تاني، ولكن اللاعب مصمم على الاحتراف، وبيقول ان هو هيدخل لنادي الزمالك، ان هو كده ما بيدورش نادي الزمالك في حاجه، هو هيدخل لنادي الزمالك او لخزنتها مليون ونص دولار او اكتر، وبيقول ان نادي الزمالك ممكن يحط شروط كمان احسن من كده، فاللاعب شايف ان هو ما بيضرش نادي الزمالك في حاجه في الوقت الحالي. طيب في اقاويل كتيره بتقول ان احتراف مصطفى محمد في الوقت الحالي ما هو الا خطوه في طريقه الى نادي الطموح. عايزه اسمع رايكم في موضوع مصطفى محمد، انا قلت رايي وعايزه اسمع رايكم. بالاخير عايزه اقول يا جماعه انا ما بهاجمش ابدا نادي الزمالك ومش ضده ابدا، بالعكس للمره الاخيره كل ما مستوى الدوري بيعلى وكل مستوى الفرق بيزيد ده بيعلي من مستوى النادي الاهلي، فانا بالنسبه لي التنافس ده شيء مهم، ان بقى بحسب الدوري من بدري بدري، ده لو كمل على فكره، لان موضوع الكورونا ابتدى يزيد بشكل صعب جدا، اعداد ابتدت تزيد، النشاطات الكرويه وقفت في كل الانشطه في كل المجالات اللي هي في اماكن مقفوله، مش عارفين الدوري الممتاز هيكمل ولا لا، ربنا يستر وبنشوف. مستنيه اسمع رايكم في موضوع مصطفى محمد. تصبحوا على خير. Thank you.